مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. قام مساء اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتقديم التعازي لأسرة الفقيد الدكتور أبا صديق الذي توفي في 3 من الشهر الجاري بفرنسا، وقد تقلد الفقيد عدة مناصب. تقرير حبيب حميد محمد. مواصلة منه لتأكيد التكافل الاجتماعي ومشاركة الأهل ورفاق السلاح والنضال والمسيرة الوطنية والوقوف مع أسرة أهل أصدقائه من عموم الشعب التشادي في كل سراء وضراء، قام مساء اليوم فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتقديم العزاء لأسرة المغفور له الدكتور أبا صديق والذي وافته المنية في 3 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة باريس العاصمة الفرنسية أثر مرض طويل لازم المغفور له بعد أن اعتزل العمل السياسي في تشاد. وفور وصوله مباشرة قرأ فخامته الفاتحة لأسرة الفقيد والذي يعتبر أحد أبرز رجال فرولينا، متمنيا من الله بأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقد ولد المغفور له عام 1929 في تشاد آنذاك، وكان المغفور له أحد المؤسسين لثورة جبهة التحرير الوطني فرولينا سابقا جانب إبراهيم أباتشا وأبو بكر جلابو والبقلاني. وقد ترأس جبهة فرولينا التي تأسست عام 1966 بعد استشهاد إبراهيم أباتشا. تقلد الدكتور أبا صديق عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل إنغارتاد تومبالبي، منها وزيرا للتربية والتعليم ثم وزارة الصحة. وقد شارك في مؤتمر لاغوس 1 ولاغوس 2، وتقلد منصب وزير التعليم العالي في عهد حكومة جوكوني ودي آنذاك. وشارك المغفور له في أعمال المؤتمر الوطني المستقل عام 1993 والذي جمع كل الفصائل السياسية والعسكرية لأبناء تشاد والذين وضعوا حد للعرقلة وعدم الاستقرار. المغفور له الدكتور أبا صديق كان من أحد الصيادلة التشاديين والذين قدموا عددا من البحوث والكتب في الصيدلة العامة، وكان مدرسا في إحدى الجامعات الفرنسية. كما التقى اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوفد مجموعة بوافيدا من جمهورية أنغولا والتي تعمل في المجال الزراعي، وقد تباحث الطرفان حول مجمل المواضيع المتعلقة بتطوير الاستثمار الزراعي وسبل تطوير الزراعة. تقرير زينب سليمان جوري. بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين تشاد وأنغولا في مختلف المواضيع والقضايا الدولية والإقليمية التي تخص الزراعة، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوفد من مجموعة بوافيدا من جمهورية أنغولا الشقيقة برئاسة رئيس مدير عام لمجموعة بوافيدا السيد توماس دوبور. وعلى مدى ساعة كاملة تباحث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع الوفد الأنغولي في الكثير من المواضيع المهمة التي تربط البلدين، مثل التعاون في مجال الزراعة الاجتماعي وتطوير التنمية الريفية من أجل التسهيل والعمل معا في القطاع الزراعي في الدولتين. كما ناقش الطرفان حول كيفية إيجاد الحلول والسبل اللازمة التي تساعد في المجال الزراعي بتوفير الدعم والمعدات الزراعية. وعقب خروجه من المقابلة أكد لنا توماس بالتالي: ناقشت مع فخامة رئيس الجمهورية في مواضيع تخص الزراعة الاجتماعي، وأيضا تطرقنا إلى كيفية توفير الدعم التي تساعدنا في إنجاح هذا المهام. المقابلة كانت بحضور وزير الزراعة السيد قمر السليك ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عيسى علي طاهر ووزير الحكومة السيد عبد الله صابر فضل وبعض معاوني فخامته بالمكتب المدني برئاسة الجمهورية. ونذكر بأن مشاريع الثروة الزراعية تشكل حيزا كبيرا من اهتمامات رئيس الجمهورية الذي يدعو في جل خطاباته إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي وكركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.